مكتب وأعضاء المكتب المجلس والهيكل ديال المجلس كل كافة الأطر الإدارية والتقنية للمجلس على العمل الجاد والمسؤول وعلى تعهداتهم وانخراطهم في إرساء مبادئ الحكم لتدبير شؤون هذا المجلس. في مقدمتهم الأخت السيدة ندى جواد التي أشرفت ووكبت عملية وأطلب من المجلس التصفيق بحرارة هذه أول شهادة ولاية معايير على الصعيد الوطني. هذا فخر للجهة والسيد الرئيس والسيد كما أننا وقفنا بمراحة المراجعة الميدانية عدة نقاط قوية وتشهد بقوة مجلس إدارة طنجة إخوان الحسيمة على وجه الخصوص الجهود المبذولة من حيث الجاذبية الترابية إخوان القدرة التنافسية الاقتصادية التنمية الاجتماعية المشاريع الرقمية والالتزام القوي للإدارة واستجابة جميع الذين تم تطبيقهم في تنفيذ النظام الإداري المتكامل وديناميكية التحسين. مرة أخرى تهانينا الحارة هذه الشهادة ومن نجاح إلى نجاح ومن إنجاز إلى إنجاز إن شاء الله. شكرا. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.